دي يا جماعة نقي العنب منبتة بالتركيز المائي، بدأ يظهر لها جذور، دول ادي عقلة، 2 3، والرابعة بدأ يظهر فيها الأوراق. ودي طبعا احنا بنقطع تحت العقلة على طول، المفروض ب3 سنتي، انا قطعت بمسافة اقل، مفيش مشكلة. ادي عقلة، 2 3، وظهر الاوراق عند العقلة رقم 3. طبعا ارتفاع المية لازم يغطي عقلتين على الاقل، وبنسيبها في المية لحد ما يبدأ الورق الاخضر يظهر معانا، وبعد كده هنبدأ ننقلها يا إما في الصيص يا إما في الأرض المستديمة اللي احنا هنزرع فيها. ويستحسن يكون الصيص الساعة بتاعته يعني مش أقل من 20 لتر أو 15 لتر، يكون حجمه كبير في بداية الغرس. ده شكل الجذور، بدأت تنبت من اللحاء بتاع الفرع زي ما حضراتكم شايفين. نجيب عنقود العنب، العود، وهننزله في التربة. كده يبقى احنا نبتنا العقلة بتاعت العنب وزرعناها في البرميل. اشكركم على حسن المشاهدة، نراكم في فيديو اخر جديد مفيد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمتم في امان الله.